السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. أغلقت شركة تويتر أكثر من 20 مليون حساب من المشتركين في تويتر. طيب السبب هو أنه قامت شركة تويتر بحملة على الحسابات اللي هي الحسابات الوهمية. إيش هي الحسابات الوهمية؟ الغير فعالة لمدة سنتين، أيضا الحسابات الغير موثقة بإيميل رسمي ليس وهمي، والحسابات الغير موثقة برقم جوال. لذلك حتلاقي انخفاض في عدد المتابعين بالنسبة لجميع الحسابات داخل تويتر. طيب هذه شغلة تعطينا أنه مو معناته أنه الناس مشترية متابعين، يعني ما هو سبب حقيقي، لأنه كثير مننا نعرف أنه كثير أيضا مننا غير موثق حسابه سواء بإيميل أو رقم جوال، ومن هنا لازم تنتبه عشان لا تكون أحد هذه الحسابات المغلقة. سارع بتوثيق حسابك في تويتر أو في الانستغرام أو في السناب شات أو في الفيسبوك أو في الواتس أب، كلها بإيميل حقيقي وأيضا رقم جوال. ومن الضروري جدا أنك تفعل التحقق بخطوتين لحماية حسابك أيضا من التهكير. طبعا بعد إغلاق هذه 20 مليون حساب، ارتفعت أسهم شركة تويتر في البورصة لأنه زادت من مصداقيتها في التعامل بين المشتركين الحقيقيين وأيضا الوهميين. فهذا كان هدفي من شرح اليوم، ليس فقط الخبر، أكثر من أنه نصيحة أنك توثق حسابك بإيميل حقيقي ليس وهمي وأيضا رقم جوال، وأنك تفعل التحقق بخطوتين في جميع حساباتك. حترك لكم الشرح لأنه سبق وشرحته قبل كذا، حتشوفوا الآن في أعلى الشاشة أو بصندوق الوصف أسفل مقطع الشرح هذا باليوتيوب. والله يوفقنا وياكم ويعطيكم ألف عافية. لا تنسونا باللايك وسبسكرايب في القناة، وفي أمان الله.